دي مصيبة، دي مصيبة، مكسر في العمود من جوه ومدخل السباكة. نهار اسود، الصناعية اتجننت. انا بشوف المنظر مش مصدق. عزيزي المشاهد، طبعا الانفعال اللي انتوا شفتوه ده في اول الحلقة، ده كان من الطبيعي ان اي حد فينا سواء فني او سواء مهندس او سواء انسان عادي بيفهم مجرد شوية فهم، كان المفروض ان هو ينفعل. لان انتوا لو ترجعوا الحتة دي تاني وتبصوا عليها هتلاقوا حالة الحديد منتهية خالص، يعني تكاد يكون الحديد جوه العمود زي البودرة. طبعا احنا لما رحنا معاينة تاني في مكان ما، مش هنقول طبعا ولا نذكر المكان لانه مكان يعني حساس شوية، لقينا طبعا كانت في مشكلة تانية غير اللي انا بحكيها النهاردة دي، لكن دي لقيتها اتكعبلت فيها في السكة، لقيت البيه مشطب السباكة بالصورة دي. طبعا وقفت الشغل تماما، لان ما ينفعش ان احنا نخش في الهيكل الخرساني نتعامل معاها في التشطيب بعد ما انتهى ان هذه الاشياء غير معمول حسابها بالمرة. وانتوا شايفين السيخ مستريح على سيخ الحديد من جوه، والمشكلة اللي كانت في مقدمة الحلقة كانت بسبب هتعيد نفس الكلام في نفس المكان لو حصل مشكلة في السباكة. انا عايز اقول لكم الجماعة طبعا الفنيين طبعا هما يشغلهم ان هو يعمل شغل شكله حلو في الاخر، لكن انتوا قلتوا ان احنا هنعمل مدادات في الارض وهنشتغل مدادات في الارض وهنبتدي نركب المدادات في الارض. خلاص اتعامل بقى زي ما انت عامل كده، وليه ايه بقى اللي دخلك في العمود وايه اللي يخليك تلف حوالين العمود؟ انزل بالسباكة والمواسير بتاعتك على الارض وامشي بيها لغاية ما تعدي العمود، وبعدين اطلع في الحيطة تاني وامشي في الاتجاهات اللي انت عايز. لكن اللي جوه العمود ده حرام، اتقي ربنا في الناس واتقي ربنا في شغل الناس واتقي ربنا في شغلك. لان احنا لما نيجي بعد 10 سنين ونخش انت سيادتك يكونوا نسوا اساسا السباك اللي اشتغل في المكان ده ايه، ونروح نلاقي العمدان متدمرة. واحنا بننصح الناس يوميا كل يوم، الحكاية يا جماعة ما هيش اكل عيش وجري، الارزاق على الله، نتقي ربنا في شغلنا الاول وبعد كده ونعمل الصح وبعد كده سيبوا الامور على الله. بلاش ان احنا نعمل كده. تعالوا شوفوا بقى الحالة التانية، هوريها لكم اهيت كان عملت العمدان طلع شكلها ايه اللي كانت في بداية الحلقة. خليكم معايا محدش يطلع من الحلقة. تعالوا بقى شوفوا المصيبة بقى هنا الكبيرة اللي خلتني ممسكتش نفسي، واول ما الراجل فتح العمود انا صرخت وما كنتش عارف انهم بيسجلوا، لكن قلت له والله زي ما طلع مني الاحساس او الانطباع الاول لما شفت منظر العمود بالمنظر ده، خلي الناس تشوف نفس الانطباع اللي انا شفته، عمود يكسره بالمنظر ده كده ويدخل فيه ماسورة المية. طب ليه يعني؟ ما انتوا كلكم عمالين ترموا مواسير المية في الارضيات، انا عايز اوصل من الحمام للمطبخ ماشي الماسوره في الارض. شوفوا بقى شكل العمود بقى عامل ازاي، رطوبه بقى جايه من الحمام اللي فوق ورطوبه جايه بقى من الحمام اللي تحت، والاتنين دول بهدلوا العمود ودمروه بالمنظر ده. الحديد تقريبا مفيش حديد، الحديد اتفحم جوه. طبعا انا بعد ما كسرت الحته الصغيره عشان محدش يتخض، اول ما كسرت الحتة الصغيرة دي رحت جايب جاك للتحميل وحملت جنب العمود على طول علشان خاطر انقل الحمل مكان العمود، ويبقى انا قاعد كده في الايه في الامان، ما تحصلش عندي مشكلة. وما قدرتش اكسر اكتر من كده لغاية ما ابتدي اشتغل في الايه في العمود. دي الرطوبة يا جماعة، ارجوكم ما تستهينوش بالرطوبة اللي في الحمامات وفي البيب، ما تستهينوش بالعزل، ما تستهينوش باي سباك يجي يشتغل واحد يقول لكم انا بعمل بعشر قروش والتاني يجي بخمسة، اعرف طالما الفرق جامد قوي كده يبقى الراجل ده مش مظبوط.
لازم اكون واثق في السباك اللي هيجي يعمل لي الشغل، ولازم يكون تحت نظري وتحت عينيا. خامات تيجي نظيفه، الشغل يجي نظيف. شوفوا العمود بقى عامل ازاي، ده منظر حديد جوه عمود. ألقاكم في حلقة قادمة، وأشكركم لحسن مشاهدتكم، والسلام عليكم.